كل من نشوف هالألبوم نتفرج عليه منجدد ذكرياتنا عليه، كلها مسودة الأسمر من السنة 61 لا يعني على 84. بعدين لما إسرائيل صارت تدقق على أي صورة إذا تعرفنا من هذا اسمه لغينا الأسامي. كانوا بعد الجواز وكل شيء يقعدوهم أسبوع، بعدين يحملوا الشنطة فيها الملابس وفي غرفة عنا يغيروا ملابسهم، وتصور في البدلة البيضاء، في البدلة الحمراء، في البدلة السمراء. وين نعمل يا لما النسوان يعمل هيك صفوف صفوف، هنا صف وهنا صف، يقولوا لها هذا دحرج احنا النسوان، وصير اني دحرج. احنا فقيرين بقينا نحب بعض، لما انبسطنا بطلنا نحب بعضنا. الاعراس الفلسطينيه الاول هذه يعني. والله بقول لك يقعد شهر. ايام زمان يعني بصراحه الاسمر والابيض كمان له احلى من الملون. شوف الاسمر لما نشتغل الاسمر والابيض احنا في القلب الاستوديو، يعني انا بشتغل يعني بفرح لما الاقي صوره حلوه حلوه. في الافراح تسمعوا هيك الغناوي نقولهن، يقول المفروض هذول ينكتبن او يسجلن لانه ضاع التراث. كمان هو الذوق العام بيختلف من مرحلة لمرحلة من خلال الأغاني ومن خلال السمع ومن خلال الجيل. ظل الانتفاضة الأولى، خلينا نحكي ما قبل السلطة الوطنية، يعني إنه كان كنا نغني بخوف. لما إجت السلطة إنه بدأت الأمور تستقر معنا، بدأنا نغني بأكثر طمأنينة وأكثر أمان. يعني صعب المقارنة ما بين الفرح والحزن في آن واحد، يعني يمشوا باتجاه واحد يعني، لكن شعبنا واعي يعني الحمد لله رب العالمين انه الفرح والحزن ماشي باطار واحد. فكر في كل شيء تغير، كل شيء كان موجود واختفى، باب الحارات، وجوه الناس ومعانيها. تعودنا نسمع صوت البارود في أفراحنا وأطراحنا، كل شي بيموت إلا الصورة.